أنا ميسر خميسة من كفر كنا، متجوزة وأم لثلاث بنات. سمعت عن الدورة هنا من عن طريق الفيسبوك، أجيت واشتركت مع مجموعة من نساء عربيات ويهوديات. نلتقي اليوم خميس جديد، صرت أعرف هون اليهود بالمركز السندياني. ما أول مرة يعني بتعرف على يهود، أما بالأول لا ما كنتش أعرف لأني كنت موجودة بس بالبيت. أنا بحس إنه عند اليهود معاشين أكثر من عند العرب، المعاشات عنا واطية أما عند اليهود بعته أعلى، بكون بنفس الوظيفة بس لليهود أكثر. بالنسبة للبنية التحتية لكل بلد عربية غير مقبولة ومش منيحة كتير، أما عند اليهود كل شيء مرتب، كل شيء منظم، كل شيء موجود، طلباتهم كل شيء متوفر عندهم. كل إنسان بيطمح للمساواة. المساواة مش بس مجرد حكي، بدنا فعل، يكون الإشي فعل، يعني يطورونا بشكل أحسن، لأنه هذا إشي بيتعلق بالدولة مش فينا إحنا.